عايزين نفهم تفاصيل أكيد أكتر، وعايزين نعرف كمان سر العودة بعد 44 سنة، وليه سر الاختفاء كانت السنوات اللي فاتت. تفاصيل أكيد أكتر عن البطولة معانا من العراق الأستاذ أسامة السويسي الناقد الرياضي. يا أستاذ أسامة صباح الخير، وكل سنة وحضرتك بخير يا رب. صباح الخير عليك استاذ نهاوند، عليك وعلى الاستاذ كريم، منورين الدنيا كلها، وصباح الخير على كل الاهلاويه في كل مكان. صباح الهنا والتالق باذن الله والنصر علينا جميعا. خليني ابدا من السؤال ده، لان ناس كثيره كانت سعيده، بس ناس كثيره كانت مش فاهمه بعد 44 سنه عوده تنظيم هنا العراق لكاس الخليج. طب شايف ازاي التنظيم ده، وايه السبب في البعد 44 سنه او التوقف 44 سنه؟ خلينا نعرف من حضرتك، تفضل. كويس ان حضرتك لقيتي سؤال تسالينهولي، لان انت بسم الله ما شاء الله عليك، انت الفريق ما شاء الله، قلت كل المعلومات اللي ذاكرين مذاكره عبقريه يعني. ولسه يا فندم ده احنا هنبهر حضرتك. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. طيب هو بس اللي عايز اقول لكم صوره حب وعشق لهذا البلد الاصيل. طبعا الناس فرحانه، مش جايين يتنافسوا على مين يفوز باللقب، الناس هنا فرحانه وجايه علشان تنجح البطوله اللي رجعت العراق بعد غياب 43 سنه. سبب الغياب ده ايه؟ سبب الغياب الاوضاع الغير مستقره في العراق، بالاضافه الى ان الفيفا كان واخد قرار بعدم لعب المباريات الدوليه على ملاعب العراق. ليه ده كان حاصل يا فندم؟ وبعدين فتره يعني الفتره اللي كان فيها مشاكل مش من 43 سنه، بنتكلم على 10 15 سنه مش اكتر. لا بس الحمد لله جهود الاشقاء في الخليج نجحوا في ان هم كلهم يتوحدوا ويصروا اصرار كبير جدا على ان البطوله ترجع الى العراق بعد الغياب الطويل دوت. وكلنا عارفين الشعب العراقي لا يختلف عن بقيه الشعوب، وتحديدا شبهنا بالضبط، شبه المصريين، عاشقين للكره، يتنفسوا كره القدم. عايز اقول لك ان الناس هنا كانت مبهوره بحفل افتتاح الدستور اللي عبر عن الحضاره العراقيه الاصيله. عايز اقول لك ان الناس عايشه هنا بمنتهى الحريه، ودي جزئيه مهمه جدا لازم تصدر لكل الاعلام العالمي، ان الناس بتعيش في البصره وتتجول في البصره بمنتهى الحريه، تشعر بمنتهى الامان، على عكس الصوره اللي بتتصدر في بعض الاعلام الغربي ان العراق منطقه او المنطقه العربيه بشكل عام منطقه صراعات وانتعاش وحروب ومش متوفر فيها الامان. لا، الوضع مختلف تماما. الناس هنا كمان بقى عايز اقول لك ان ميزه الكرم بقى طبعا الكرم العربي الاصيل موجود عند كل الناس، ولكن هنا زياده على الحد بشكل غير طبيعي. تخيل انا لو كنت جيت البصره وما معيش المحفظه بتاعتي ما كنتش هحتاجها. بس خلي بال حضرتك، ده ليه برضو ده ناتج عن محبه متبادله من قديم الازل بين الشعبين، في خصوصيه شديده جدا في علاقه المصريين بالعراقيين من زمان. ده مؤكد يا استاذ كريم، مؤكد، ولكن كمان عايز اقول لك ان ده كمان بيحصل مع كل الناس، مش معايا انا بس كمصري. اولا الحمد لله احنا كمصريين موجودين هنا، كل معظم البعثات او تقريبا كل البعثات الخليجيه معاها ممثلين من الاخوه الزملاء المصريين موجودين معاهم، فاحنا لينا تواجد الحمد لله كويس. كمان هنا فوجئت ان بعض الناس هنا شغالين وعايشين في البصره، مصريين شغالين وعايشين في البصره، يعني يشعروا بمنتهى الحريه بمنتهى الامان. تركب التاكسي مش عايز فلوس، تدخل المول تعمل اي حاجه مش عايز فلوس، تروح الكوفي مش عايز فلوس. يا جماعه في يا جماعه مش كده، الكرم بتاعك كده اوفر يعني كده تو ماتش. طيب ده الجانب الانساني الجميل ان احنا نسمعه ونعرف ان هو لسه مستمر بين الشعوب العربيه وبعضها. خلينا نروح للجانب الفني شويه، ويعني طبعا بجانب طبعا الاحداث السياسيه المختلفه، لكن برضو فتره التوقف كانت يمكن قبل كمان حدوث هذه الاحداث السياسيه المختلفه، واللي كانت طبيعي جدا وقتها يحصل توقف اكيد لكل الانشطه، منها طبعا الانشطه الرياضيه، لكن برضو ليه 44 سنه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه العوده، ومع برضو المنتخبات المختلفه والتالق اللي احنا شايفينه، ويمكن كانت الكويت زي ما انا قلت هي من الدول المتالقه في هذه البطوله، دلوقتي بنشوف برضو دول اخرى. 10 ألقاب الرقم القياسي 10 ألقاب بفارق 6 ألقاب عن السعوديه والعراق بالظبط اللي هم الاقرب ليها.
تمام، بس اللي عاوز برضو اوضحه لان الاستاذ كريم سال سؤال برضه، ليه فتره الغياب طويله جدا؟ ما هو ده نفس السؤال بالظبط. حصل ما تنسيش حضرتك انه ساعه الحرب بتاعت الكويت والعراق حصل ان العراق طلع من البطوله اصلا، البطوله اقتصرت على 6 منتخبات خليجيه فقط فتره طويله جدا لغايه اما الامور استقرت ورجعت العراق تاني، ومعاها كمان دخلت اليمن، فاصبح عدد الفرق 8 منتخبات وتتم تداول التدوير بقى، البطوله تقام كل مره في بلد مختلف بالدور. تمام؟ فكان كل ما يجي دور العراق يقف عامل الفيفا مانع اللعب في العراق، منع المباريات السوداء، لغايه ما تم رفع الحظر عن ملاعب العراق كل الناس كلها بلا استثناء شندت عودة البطولة إلى العراق والبصرة تحديدا، ما شاء الله منشآت هنا غير طبيعية، الوضع هنا غير طبيعي. عايز أقول لك بقى حاجة خاصة لينا بقى والأهلي. اتفضل. الأهلي هنا مكسر الدنيا. عشان في ناس بتتكلم على الشعبية بس، علشان بس في ناس بتتكلم على الشعبية في الوطن العربي، أنا كل يوم عندي اتفاقية على تويتر وعلى فيسبوك بنزل لقاء مع أحد الزملاء سواء من العراق سواء من عمان سواء من قطر سواء من الامارات سواء من الكويت ويكلمني عن عظمه الاهلي. يا سلام. حاجه شرفنا في كل حته والله، النادي الاهلي ده حقيقي يعني. الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. وعايز اقول لكم ان انا هنا موجود بلبس لهم تيشيرت الاهلي وشعار الاهلي كل يوم. يعني بشكرك جدا بجد استاذ اسامه على المداخله الجميله كمان والجانب الانساني اللي حضرتك طرحته، وبالتوفيق طبعا وكل الخير ان شاء الله للعراق وكل الدول العربيه. جميل ان احنا نشوف شويه استقرار في المنطقه العربيه وعوده الروح مره ثانيه وعوده الرياضه مره ثانيه وعوده البطولات الكبيره اللي لها مشجعين من كل انحاء تقريبا الوطن العربي مره ثانيه بهذا الشكل. ده خبر من الاخبار فعلا الحلوه معانا النهارده.